هاي 1000 درهم نقسم على 3 ديال الناس. خوت رمضان على الابواب، شت لكم شي برودويات اللي عليهم الطلب ضروري غتبغيهم اي واحد في اي دار ضروري غيبغي هذا البرودوي هذا. شوف اش ديك قالت شحال اليوم، شنو اليوم في هذا النهار هذا؟ شنو اليوم؟ اليوم الجمعه 17 ان شاء الله نهار الخميس كاين رمضان. شت لكم شي برودويات اللي كيسولوا عليهم الناس واللي عليهم الطلب وكنجيبهم لك بالضمان ديالهم. قرب عندي السيد بشير. انا عاوتاني هذا هاشوار، هاشوار اي دار مغربيه ضروري غتبغي الهاشوار اللي كاين عليه واحد الطلب، هذا فيه ثمن زوين وبالكارونتي ديالو. شوني هادي من شركه تليفون كن، شركه معروفه بلي زاكسيسوار ديال هذا الشيء ديال الكتروميناج. شفت لكم هذا الهاشوار هذا اللي كيطحن اي حاجه الخوت، شي حاجه ناضيه فيه ثمن زوين، هادشي كامل اللي كتشوفوا غنديروا فيه اثمنه زوينه، لان باش كلشي يقضي الغرض وتاخد شي حاجه مليحه. حنا ماشي هادي مول فين ندخلوا بحال هاد السلعه هادي، ولكن الناس كيسولوا عليها ورمضان قرب ان شاء الله ضروري غادي ضروري غيبغيوها الناس، ما عليناش وبثمن زوين. هاد الهاشوار هذا 220 درهم، 220 درهم غتاخد شي حاجه ناضيه بالكارونتي ديالك اسيدي. زيد اسيدي هاي عصاره طحن ليا وشرب مع راسك اسيدي، رمضان كيبغيها العواصير. انا هذا رجاج الخوت اطر ونص فيه 5 ديال لي فيتاس، كاس ديالو كاس اطر ونص. بالنسبه للجاج راه ماشي بلاستيك، علاش البلاستيك راه تقدر ما ديرش فيها شي حاجه سخونه، الجاج بالعكس جاج ناضي. هذا الثمن ديالو 300 درهم، هذا 300 درهم. كاين هذه العصاره ديال الليمون، الليمون راه اي شوف اي دار مغربيه كتدخل ليمون. انا قطعوا عصر مع راساتك. كاين هذا ديال التليفون الضمان ديالو ناضي شي حاجه زوينه، الثمن ديالها 180 درهم، 180 درهم. ورا ليا هاد الميكسور هذا اللي فيه 4 د الحوايج، ماشي 4، 4 د البياسات، ولكن كاين هاد الجوج هادو، هادو جوج وكاين جوج كيسان، إذا 3 د الحوايج ماشي 4 د الحوايج. بالنسبة لهاد الميكسور هذا أي حاجة تقدر تطحن فيه، بالنسبة للثمن ديالو فيه ثمن زوين هذا 300 درهم، بالنسبة للثمن ديالو 300 درهم. هانا سيدي 4 د البرودويات اللي عليهم الطلب اللهم بارك فيهم أثمنة زوينة، 300 درهم، 180 درهم. ناشوار 220، هاد الميكسور هذا 300 درهم. بالنسبه للمسابقه اللي قلت لكم الخوت، هادي التليفون اللي درنا عقلتوا ليه ديال 630، الاخ الكريم اللي درنا ليه السحب ما جاوبناش، عطيتو 11 يوم 12 يوم صيفط ليه ميساج ما جاوبناش. لحقت لكم واحد البوست قبيله قلت لكم الخوت واش نربحوا واحد التليفون اولا نشدوا ديك 1000 درهم نقسموها على ثلاثه، غتجي 400 درهم الاول، الثاني 300، الثالث 300 درهم. ها يا سيدي شحال هنايا؟ هايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. فهاد البوست هذا غدير جيم كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو ساهلة، وكنتمنى اللي واقف على هاد الفلوس هادو اللي يكون محتاجهم اللي يجيو إن شاء الله. اللايف إن شاء الله راه غنديرو السحب، داك الشيء باين واضح. هايا 1000 درهم ديال التليفون، داك الشيء بالشفافية، ما جاوبناش الأخ، كاين شي واحد شوف نقدر داك التليفون نشدو ما جاوبنيش نشدو غنحطو نبيعو، ولكن لا هذاك التليفون انا درتو نعطيه للكليان ديال برنوصيفون ما جاوبش. راه هادشي دابا واضح، انا قلت لكم الخوت راه ما جاوبش. هي 1000 درهم 400 درهم من الاول الثاني الثالث، بارطاجي الفيديو. هادشي اللي كاين الخوت، ونتمناو ان شاء الله اللي واقف على هاد الامانه هادي اللي هو اللي يتهز ان شاء الله. بارك الله عليكم.